موجز لأهم الأنباء مع دينا. اتفضل يا دينا. شكرا لك من 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي التهاني من كبار رجال الدولة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 لثورة 23 من يوليو. وأكد المسؤولون في برقيات التهنئة أن ذكرى ثورة 23 من يوليو ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، متمنين أن الله يعيد هذه الذكرى المجيدة على وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات. أعلن حلف شمال الأطلنطي الناتو أنه سيبحث مع أوكرانيا خلال الأيام المقبلة الوضع الأمني في البحر الأسود، وذلك بناء على طلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وذكرت المتحدثة باسم الحلف أوانو لوجينسكو أن مجلس حلف شمال الأطلنطي أوكرانيا الذي تشكل خلال قمة الحلف هذا الشهر سيبحث الوضع بعد انسحاب روسيا من الاتفاق الذي مضى عليه عام والذي يشرف على صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية. لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في انفجار أنبوب مياه ساخنة في مركز تجاري في غرب العاصمة الروسية موسكو. وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن بعض المصابين يعانون من حروق، مضيفا أنه تم تقديم المساعدة الطبية لجميع المصابين. يتجه الإسبانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم في انتخابات عامة يحتمل أن تكون متقاربة النسب وتخيم عليها الاختلافات الأيديولوجية وسط غضب الناخبين بسبب اضطرارهم للتصويت خلال العطلة الصيفية. وكان رئيس الوزراء الإشتراكي بيدرو سانشايز قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد أن تعرض اليسار لهزيمة في الانتخابات المحلية في مايو. تستضيف روما اليوم قمة لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بمشاركة بعض الدول المطلة على البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. هذا وأكدت إيطاليا أن الهدف من الاجتماع هو مساعدة البلدان الإفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا من خلال بناء شراكات مع دول القارة والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية بها. أخفق وزراء الطاقة في مجموعة الـ20 في اجتماعهم في الهند في الاتفاق على خارطة طريق لتخفيض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمية. وخلى البيان الختامي الصادر في نهاية الاجتماع من أي ذكر للفحم الذي يعد من العوامل الكبرى المسببة للاحترار العالمي، ويعد هذا الوقود مصدرا أساسيا للطاقة في عدد من الاقتصادات النامية على غرار الهند. Such as strengthening the multilateral development. قالت السلطات اليونانية إن حريق غابات مستعرا في جزيرة رودس منذ 5 أيام أجبر المئات على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة من الحريق. وقال المتحدث باسم خفر السواحل نيكوس أليكسيو إن سفنا تابعة لخفر السواحل وأكثر من 30 قاربا خاصا أجلت ما لا يقل عن 2000 شخص بينهم سائحون، وذلك من الشواطئ القريبة من الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة. وتكافح فرق الإطفاء التي تلقت تعزيزات من سلوفاكيا في مواجهة بؤر جديدة من حريق الغابات المشتعل منذ عدة أيام وأججته الرياح العاتية. ختام موجز 9 فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.